باش ننصح سيدة جالسة في الدار ما كتحركش زعما بزاف وعندها كيفاش تاكل في النهار، ما نقدرش ننصح اون جينيرال حيت كتبقى كل واحد وشحال محتاج ديال لي كالوري في النهار. مي بصفة عامة يقدر بحال دابا كي قلت لك في طوب بحال ليكزومبل اللي عطيت ديال الخبيز مع شوية الفرماج شوية الزيت البلدية باغ اكزومبل اون تيزان، ابخي واحد شوية تقدر دوز واحد ثلاثة سوايع تاخد ليها شي فخوي ولا شي ياغورت، غادي يوصل مثلا لوقيته ديال لوداج خاص تركز على انه كاينين دي ليغوم كاين بروتين وكاين فيكولون كيما بغات طيبه ما نتبع الواحد يبعدي على القلي. دونك حتى لي غراتان كيجيني زعما فيهمش مشكل، دونك غراتان كتبقى الا انا نصايبو بيدي نعرف كيفاش صايبتو صافي. دونك على حسب شحال درت فيه ديال الزبده وما نقليش لي ليغوم قبل ما نحطهم في الغراتان، دونك بحال هادشي اللي ترد ليه البال. بالنسبه للكوتي باغ اكزومبل يقدر يكون دي غاتو ماروكان، يقدر يكون مثلا كيك، يقدر يكون بريوش، يقدر تكون حريشه ما عرف ما عرفتش شحال ندير غريفه ماشي مشكل. في العشاء تقدر نقربوا للغدا، دونك قلت لك هنا كيتبدل على حسب المرا شحال كتحرك في النهار، يقدر يكون بحال الشكل ديال الغدا ولكن ناقصين لي كالو لي كونتيتي، يقدر يكون الشكل بحال كنديروا كاع عندنا المغاربه اكثر بحال شكل التحريره هذا التشيشه هذا فهمتي، ولا مثلا نقولوا حنايا كاين اللي كياخذ غير بحال الشكل ديال سلطه فخوي. دونك باقي لها واحد ساعه ونص ولا ساعتين وغتنعس صافي ماشي مشكل.